إعطاء الأولوية للمزارع النموذجية وجعلها إحدى مؤهلات النهوض بالقطاع الفلاحي، ذلك ما تحرص عليه السلطات العليا في البلاد. العينة هنا من ولاية برج بوعريريج، عبر هذه الأرض الفلاحية الخصبة أعطيت إشارة انطلاق زراعة مختلف أنواع البقول الجافة. بعدما استكملنا عملية الحاط والبذر نتاع الحبوب، توجهنا إلى العملية اللي تهم البقول الجافة، العدس والحمص، على مستوى 3 مزارع نموذجية. هذه العملية رافقتها قرارات هامة للسلطات العمومية من حيث المرافقة بتوفير المادة الأولية مجانا لفائدة الفلاحين المقحمين في هذه العملية، على أن تتكفل الدولة لاحقا بالحصول وشراء هذا المنتوج. دعوة الفلاحين للإنخراط في مسعى زراعة هذه البذور النباتية مع توفير الدعم والمرافقة الميدانية، ذلك ما تعمل عليه السلطات المحلية لبرج بوعريريج. نداء لكل الفلاحين باش ينخرطوا في هذه العملية، عملية بذر العدس والحمص، لهدف أسمى ألا وهو تحقيق الأمن الغذائي. لاحظتوا معنا كل الإمكانيات متوفرة، كل المؤسسات مقحمة في هذه العملية. تعليمات رئيس الجمهورية لبعث وتنظيم المزارع النموذجية باعتبارها أحد الخيارات لإنعاش المحاصيل الزراعية، جعل بعض الولايات تبادر للاهتمام بالمستثمرات الفلاحية وتشجع الفلاحين على تطوير نماذج زراعية من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.